ذات رسول الله وما في صحابة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح شيخنا القطب سيد أبو محمد البخاري التلميذي العارف الكامل ولي عمر القاهري قدس الله سرهم العزيز وأكرم أكبرهم الإبريز. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا ومرسلنا الكامل عامل الزاهد والعالم الحابد ذي الأوصاف المحلمة والأخلاق المكرمة الشيخ عبد القادر القادري القاهري المولد والكركري المركد نور الله لريه ولرائه المدفون حوله. ثم إلى أرواح علمائنا الكركريين والقائرين ومشايخنا القادريين رحمهم الله وهدى علينا من بركاتهم وبركاته من قبلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح والدنا الشيخ أحمد ووالدتنا آمنة نور الله ريحهما ولرائه المدفونين حولهما وغفر لنا ولهم أجمعين. ثم إلى روح الإمام صاحب الراتبة الجلالية وهادي الطريقة القادرية العلامة العروسية قربه الله إلى حضرة القدسية. ثم إلى روح ولده القطب الوحيد الزمان السيد عبد القادر صاحب الخلوة رضي الله عنه. ثم إلى روح ركمته الولي الواصل والشيخ الكامل شاه الحميد صاحب الجلوة رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح مرشدنا الولي تيكا أحمد عبد القادر المشهور بشيخنا يقم رضي الله عنه وإلى أرواح أصولهم وفصولهم ونوبهم وأخوهدمهم وشامهم وتبائهم أجمعين. ثم إلى روح سيدنا إمام محمد ابن أبي سعيد البوصري. ثم إلى روح شيخنا أبي سيد عبد الله الأداد. ثم إلى روح جدنا مادي الرسول الشيخ صدقة الله وإخواتهم وأبيه ورسولهم وفصولهم كل مجمع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله تعالى. رضي الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب الله بقي له بالمغفرة والغفران رضي الله عنا وعن جميع المسلمين بدار الغفران الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ملا حضرت شيخنا وقتل الزمان سيد محمد ولي الله نائحم رضي الله تعالى عنه اجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الكتب الشيخ عبد القادر صوفي أدر قال بطن قدس الله رضي الله تعالى. ثم إلى أرواح ساحر أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها إن الله يحمينا بحماية ومدنا بمددهم وينفعنا بركات في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأخبرنا أخرجاتنا وأزواجنا وأسحارنا وأنسانا محبتنا ثم لم تكن علينا قراباتي كل منا منكم يا حاضرين يغفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين ثم إلى الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى ابن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أينما كانوا أينما كان القائمين يغفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين لعل الله يؤتي كل سعد سوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا لم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا وهم لا يبصرون سواء عليك ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه
وَأَصَيْنَاهُ بِإِمَامٍ مُبِينٍ وَاذْكُرْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنت الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جزء من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول ولا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالهجوم القديم والشمس ينبغي لها أن تزرق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا للآمين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صيحة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
ينزل من كان حيا ويحل القبر للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع الشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخلصون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعظه كلهما هو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والقائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام لله مالك الملك يؤتي الملك من تشاء وترضي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فهو عاصمكم به الله فيغفر من يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الغافل الرافيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسيح الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الباطن المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المعني المعطي الماني الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور اللهم صل افضل الصلاة على اصحاب مخلوق فاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقبل ذكرك وذكر الغافل اللهم صل افضل صلاه على صل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقبل ذكرك وذكر الغافل اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين آمين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بعوذ وباسم الإكرام ببدايتي قراءة قرآن لغير براءة كلام قديم لا يمل سماعه جميع اليوم فيه أنوار حكمة آياته كلماته وحروفه منزه عن قول وفعل ونية أشتفي من كل داع ونوره مزيل للام القبر أنس لوحشة تعالى عن الإدراك لا شك له دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب فرحني بسر حروفه بتعالى
توسيع أرزاقي وتنفيس قربتي توصلت يا ربي إليك بجاهي ونور به قلبي وسمعي وسع إلى علي هفله ثم درسه لساني به أمر وطهر سريرتي أذك حبه قلبا أبيدي ونفسه بجاه النبي ملأ لكل صحابة إلى الخير وفي كل قار ونادر وثم به حبا بحسن الحكامة فصل وسلم كل وقت وباركا على المصطفى المحمود في كل حسرتي وآل وأصحاب دواما وتبعي وتبعي تبعي ليوم القيامة لك الحمد من الأرض والجو من الأماء تشاء إلهي كل لنفس ولهلتي ومن نام الإيمان في دين عملي بطيب كلمات وإخلاص توبتي ومن نام الإيمان في دين عملي بطيب كلمات وإخلاص توبتي أمت نام الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبتي صلاة وتسليم أزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البري صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يافي النعم كافي مزيدا سبحان ربي العلي الوهاب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرمي وجهك وعليم سلطانك يا الله اللهم صل وسلم بارك وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم لك الحمد حتى ترلا ولك الحمد قبل الرلا ولك الحمد بعد الرلا اللهم اجعل افضل صلواتك ابدا وانما بركاتك سرمدا وازكى تحياتك فللا وعددا على اشرف الخلائق الانسانيه ومجمع الحقائق الايمانيه وطور تجليات الاحسانيه ومهبه الاسرار الرحمانيه وملهى الانوار الروحانيه وعروس المملكه الربانيه واسد احد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الانبياء المكرمين وافضل الخلائق اجمعين وسيد الاولين والاخرين عامل لباء للذ الاعلى ومالك ذمه المجد الاسنى شاهد اسرار الازل ومشاهد انوار سوابق الاول ترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والكرم ملهر سر الجود الجزئي والكلي وانسان عين الوجود الالوي السفلي روح جسد الكونين وعين حياه الدارين والمتقلب اخلاق المقامات الاصطفائيه الخليل العلم والحبيب الاكرم سيدنا وسيد ولد ادم اجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه وازواجه وذرياته وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات واهل الارضين عدد خلقك ورلا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك وقدر معلوماتك منتهى علمك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وصل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.
سبحانك اللهم ما ذكرناك حق ذكرك وما طعناك لأمرك ومن تعينا عن زجرك ولا يسعنا إلا محل فضلك وجودك وكرمك وبرك فاغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأحبابنا لمن لهم كن علينا ولمن صغانا ولمن سقانا واطعمنا ولمن امنا دعانا ولجميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قلين اللهم اغفرنا واغفر من معنا واغفر ما مهنا واغفر كراباتنا من جميع الافات والمصيبات والاخطار ومن شر الاعداء من الجن والانس في البرار والبحار واشف مرضانا وكل ديوننا استر عوراتنا وامن رواتنا واولات الاشرار ونور بصائرنا وطهر سرائرنا من الشك والاغيار واخلصنا من الرياء والعجب وسمات والكبر والأقدار وغفل ألسنتنا من النطق بالفؤش والإهزار اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأنا وهللنا وسبنا وحمدنا وكبرنا صلينا إلى روح سيدنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح إخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل من وصحبهم أجمعين وإلى روح العلماء والشهداء والأولياء والصالحين وإلى روح آبائنا وهم آتنا وقراباتنا ومن لهم كن علينا من نبيناهم أجمعين اللهم ارزقنا السعادة واكتمنا بشهادة بخير بفضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا عليم سر منا وقد كسرنا وعافنا وفونا لما يا عليم سر منا لا تهدي كسرنا وعافنا وفونا وكلنا عزقنا لما يا عليم سر منا لا تهدي كسرنا وعافنا وفونا وكلنا عزقنا يا الله بدعوى مجابا والعرش مفتون بابا يا الله بنا بالسهادة والخاتمة بالشهادة يا الله مجابا والأرض مقتون بابا يا الله بنا بالسهادة والخاتمة بالشهادة يا الله بدعوى مجابا والعرش مفتون بابا يا الله بنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأقفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأقفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأقفان يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب جم أن طلبنا منك مغفرة وأسر الخاتمة يا سامي للدعاء لكل فاستجب والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد محمد يا ربي صلي عليه يا ربي اي لنا من امرنا رشدا واجعل معونتك حسنا لنا مددا ولا تاكلنا الى تدبير انفسنا والنفس تجوز اصلاح ما فسدا علي رجائي ذواب أنت تعلمه
الهملانا تقواك معتصما فاغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين وبالسعادة في الدارين كنا لنا والاستقامة دين الحق باب القرآن وارزق زيارة الهاشمي لنا واحكم لكاك لنا يا احكم الحكما شفاعت تا الهاشمي لنا وحكم لكاك لنا يا احكم الحكما أصلي على الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا أصلي على الأعمال في الدين والدنيا محبوب سبحاني محشوب رحماني اندلي نوراني مهيا دي جيلا شيخ ما بلي عالمي شلوى قرنا يا غمي کئی بیڑے تو کے جایا میں کامل علنا یا غم شیخ شعیب علی میں یہ غنی منگیانا میں روح پوغم نیرا میں انگل ایمان کارو میں مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم كن همومك معرلا وكل الأمور إلى القلا فلا ربما تسأل مالك فلا ربما لا قل فلا ربما مضرب لك في عواقب الرضا الله يفعل ما يشاء فلا تكون متعرضا ابشر بفرع عاجل تنسى به ما قد ملا يا الله رضا بالمصطفى يا سيدي ما قد ملا أيدركني ليم وأنت ذخيرتي وأجرم في الدنيا وأنت نسيري وعار على رأي الإمام وهو قادر إذا لاح في البيضاء بال فعيل صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريد صلي ربي على النبي وسلم وعلى الآل وصحاب الكرام سيرو
الأسرار من سير سير كعبة راهتي وبسطي مدامي وكل فردي وغوزي تحت حكمي يصغو لي تيبي كلامك سمعونا سقولي إن ملكوت بغادي ميبا غلامي معنا تمنى باتصالي ورفعتي ومرامي العجب وسطر لي عيني ودعاني لعذرتي ومقامي ساني تشريف إزي وتاجي بتيرازي وهلتي واهتشامي سلعيزي تحت سرجي جوادي وريقابي علي ووقتي لجامي أوتار فوق هوائي أنا سيف قال لكل خصامي جدي المصطفى شافيع الأنام صلوا عليه طول دوامي بالبواكر وبالعشي الظلام
القارب شهرا وهولا ألف ألف على الرسول مرادي 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 شيخ محي الدين مرادي سكان الحب قاسات الوصال فقلت لقمرة نهوي تعالي سعد ومشى لنهوي في كوسي فهمت بسترة بين الموالي وقلت لسائر الأكتاب لوموا بهاني وادخلوا أنتم رجالي وأموا واشربوا أنتم جنودي وساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فليلتي من بعد سكري ولا نلتم ألومي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال أنا في حضرة تقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البادي وأشرف كل شيخ ومن ذا في الرجال عدي قثاني قلعة بطراز عزمي وتوجني بتيجات الكمال وأدلعني على سر قديمي وقلني وأعطاني سهالي وولاني على الأكتاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي درست العلم حتى صرت قطبا وجلت السعد من مولى فلو ألقيت سري في بحاري لصار الكل غورا في زوالي ولو ألقيت سري في جبالي لدكت وحزقت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق ميتي لقام بقدرة المولى تعالي ولو ألقيت سري فوق نالي لعمدت واتقت في سر حالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنكلي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني وأقصر عن جدالي مريديهم وتب واستع وغني وأفعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة جلت المنالي تقولي في السماء والأرض دوقت وشاء سعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قد صفالي نلرت إلى بلاد الله جمعا ككردلة على أكمي تسالي وكل من له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا
تقف واشي فإني عزوم قاتل عند القتال على الجيل يمحي الدين اسمي وإعلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين القمال مرادي شيخ محي الدين مرادي بخاريا محمد يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أحمد الله الولي صلى على خير النبي بسم خير منجلي يا سيدي خير النبي توبة طلبت منك يا شفيع المذنبين توبة طاهرا سواك سيدي خير النبي جد لعبد مفلس من انسداد المذهب حب عيب بعبع يا سيدي خير النبي حفظ من نفسي حلاكا قبل إرفاني مبين زکت و ذکر ہو آزک نہ ذکر حق یا نبی رب نا یو ذکو نا ما زکت یا خیر نبی ترت کل زائر کبی فضائل دی ربی سر لنحب من نحا سید خیر نبی شفوه نال رتا رعیم کاشی فیل قربی سنوه ان کل الحلاقی سید خیر نبی انہو غلو حق بی قلائلی ربی نل عین الهدى تمسى من المحجب أين أجر عزب ما يا سيد خير النبي قال بحر الحق من طريق روض الآدم قال أنهر البواطل منا خير النبي قدمتني معشربي كلمتني يا نبي لا يزيد الحب مني أن أزورك النبي كن فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي ناقي قلبي من دغو للغير سوء الأدب وجهكم له على وجه سبي خير النبي قارنا إلى طريق القادر المجتبى لا إله إلا الله محمد خير النبي هاديا إلى طريق القادر المجتبى لا إله إلا الله محمد خير النبي آلنا إلى طريق القادر المجتبى لا إله إلا الله محمد خير النبي يا رعيب المؤمنين نقبل دعاء عبد النبي احمد آل وصحب التابعي خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي ربنا صبر لا دوما على ذا المادي
مبدئ بأحمد متمم خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الرسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا رحمه الله العالمين يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه ما زم زلو ميلانا ميلونين ما زمي پاد نیران فر لرملان مازمی ماد مزیلو میلان میلونین مازمی پاد نیران فر لرملان بیزلان گرزا وٹی نوران مازمی போதலித்து மாறை நான் கீழிரை போற்றும் மாசமே மாதமெசிலும் மேலான பாத நேரான பாரு மாங்கிடா மஹமூத் நபி உம்மத்தோர்க்காக இங்குமெங்கும் எங்கும் பேரிலங்கும் மாசமே மாத மேலும் பாத நேரான ஆபிதீங்கள் ஆரிஃபீன்கள் ஹாமிதீன்களும் அன்பியாக்களும் அன்பாய் புகழும் மாசமே மாதமெசிலும் மேலான பாத நேரான பருள் ரமலன் கடல் நூரை போல் கணசி பாவம் செய்த பேர்களும் தொடர்ந்து தௌபா செய்ய துய்யோ நுகக்கும் மாசமே மாத மெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான பருள் ரமலன் ஈமானின் சிம்மாசன மாகிய சௌமுக்கு கோமானே கூலியன கூறினர் நபிசமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான தராவிஹ ஜத் தொழுகையும்
இரவிலே தோல் சிறையோனை போற்றும் மாதமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் நல்ல நன்றி கைராத்து காத்து சதகாவும் இனையன்றி இப்போர் கீசு நல் தருண மாதமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான பருள ரமலம் உன்னை அவனுக்காக உண்மையாக்கி வைத்த பேர் அந்நாளில் மூழ்ச்சி மேழ்ச்சி சேர சாழ்ச்சி மாதமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான பருள் அல்ப மாதங்களை காண ஹைரானவோர் நள்ளிரவுன்னில் நன்றாயுண்டாக போதுமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான பருள் நாமம் ஹனிஃபா என்று நாம் உரைத்த போதிலும் நேமமான நல் அமல் நை எண்ணில் மாதமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான பருள் சங்கையாய் வந்திலங்கி ஷடுதியாக போகவோ எங்கள் அமல் எவ்வீதமோ ஏதோ அறியுமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான பருள் மர்ஹபாய மர்ஹபா மஹிமை மாதமே மர்தபா நபி உம்மத்தோர் உருத்தும் மாதமே மாதமெதிலும் மேலான மேலோனின் மாதமே பாத நேரான பருள் ஆஷையாயுரைத்தேன் அல்ஃப சலாம் சலாம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ஷஹர் ராமலான் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ஷஹர் ரில்வான் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ஷஹர் அல்கூஃபுரான் ஷஹர் அல்கூஃபுரான் ஷஹர் அல்கூஃபுரான் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ஷஹர் ராமலான் الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم من شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم இலாஹின்
كنا دعاء ياسين دعاء رفض دعاء آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي يا الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وذريات أجمعين. اللهم شرفنا وكرمنا هذا المجلس ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنبيائك وأوليائك الكرام. اللهم اجعل جنبنا هذا جنبا مرحوما ولا تجعل جنبنا هذا جنبا محروما. صدق الله الذي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأنا من جنابك اللذيذ هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وتوبة قابلة من غير أرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآنس الله بشرتهم وارحم الله ربتهم ونور الله لريهم وتقبل الله من حسناتهم وتجاوز الله عن سيئاتهم وغفر الله ذنوبهم وجمع الله بيننا وبينهم في جنات النعيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة حفر النيران. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات مولانا يا رب العالمين. اللهم سلمنا سلم إيانا وافرنا وافر مامانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله من أشقاء المطرودين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان وتقى وترقى ومنى وخلصا فجعلنا يا ربنا من تقائك وترقائك ومنائك وخلصائك من النار واللف عند الحساب. اللهم إنك عفو ذهب اللف فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله فضلا من الله ونعما ومغفرة ورحمة وعافية وسلامة ونستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وارزقنا زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا سلم ميانا وافرنا وافر مامانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك وأبواب خيرك وأبواب بركتك وأبواب رزقك وأبواب شفائك وأبواب سلامتك وأبواب سكينتك وأبواب علمك وأبواب فهمك وأبواب نورك وأبواب ثروتك وأبواب نهضتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا والسلامة في ديننا ودنيانا. ربنا تقبل منا قراءتنا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله إلا بولمونك وريتاك صلوات سلام على الحبيب يا برمانا رسول كريم صلى الله عليه وسلم அவர்கள் மேலும் அனைத்து அவுலியாக்கள் நல்லடியார்கள் மேலும் உண்டாவதாக. மேலையா அல்லாஹ் நாங்கள் இந்த புனிதமான நேரத்திலே பத்ரு சஹாபாக்களுடைய நினைவாக நாங்கள் சகல ராத்திபுகளை வைத்துவிட்டு ஜலாலியா ராத்திபையும் ஹத்மல் குர்ஆனையும் நாங்கள் ஓதிவிட்டு உடனே கையேந்தி கேட்கின்றோம் யா அல்லாஹ். எனவே அன்பியாக்கள் அவுலியாக்கள் மலாய்க்காமாருடைய பொருட்டினால் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தல்வாயாக. மேலையா அல்லாஹ் சாய் தஹப்ரோடைய பாவங்களை மன்னித்தல்வாயாக. குடும்பத்தார்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தல்வாயாக. எங்களை விட்டு மண்ணறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கபராளியுடைய பாவங்களை மன்னித்தல்வாயாக. அவருடைய கபர்களை விசாலமாக்கி வைப்பாயாக. ஒளிமயமானதாக்கி வைப்பாயாக. அவருடைய கேடு கணக்கை இலகுவாக்கி வைப்பாயாக. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரக்கத்தை ரஹமத்தை முறைக்கேறுவாயாக.
பெருமையாலாம் அவர்களுடைய பட்டோரையே வலது கையிலே கொடுத்தருள்வாயாக. அவர்களையும் எங்களின் நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்து கிருபி செய்திருவாயாக. உனது மேலான ஜன்னத்தில் ஃபிர்தௌஸ்லான்னு சொல்லக்கூடிய சிவனுலோகத்திலே குடியிருந்து தாட்டி வைப்பாயாக. மெனியால் எங்களுடைய ஹாஜத்துகளையும் நாட்டங்களை நிறைவேற்றி வைப்பாயாக. பல முசீபத்துகளை எங்களை காப்பாற்றி அருள்வாயாக. சைத்தானை இங்கே விட்டு காப்பாற்றி அருள்வாயாக. மெனியால் யார் யாரெல்லாம் நோயாளிகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்களுடைய நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தி விடுவாயாக. நோயற்ற வாழ்வையும் குறைவற்ற செல்வத்தையும் தந்தருள்வாயாக. மெருமையால் இந்த மத்தியில் யார் யாரெல்லாம் கலந்து கொண்டு இருக்கின்றார்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரக்கத்தை ரஹமத்தை முறைக்கு அருள்வாயாக. மெனியால் இந்த வைபவத்திற்காக வேண்டி யார் யார் உடலாரும் பொருளாரும் உதவி செய்தார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில ரஹமத்தையும் பரக்கத்தையும் இறக்கேறுவாயாக. மெனியால் யார் யாரெல்லாம் இந்த மஜ்லிஸிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே வழக்கத்தை இறக்கேறுவாயாக. மெனியால் அவர்களுடைய வியாபாரங்கள் கொடுக்கல் வாங்க அனைத்திலும் பரக்கத்தையும் ரஹமத்தையும் இறக்கேறுவாயாக. மெனியால் முஸ்லீம்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்களுக்கு நிம்மதியை கொடுத்தருள்வாயாக, சாந்தியை கொடுத்தருள்வாயாக, சமாதானத்தை கொடுத்தருள்வாயாக. மேலும் யாழ்லாம் நாங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த துவாவை கபூல் செய்தருள்வாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹசனத்தில் நஃபில் ஆஹிரதி ஹசனந்தம் வகினா அதா பண்ணார். ரப்பனா புல்லனா வரஹம்னா அலி வாழ்ந்தீனா வலிய சாத்தீனா வலி கராபாத்தினா வலி ஜீரானினா வலி அஹ்பாபினம் வஜமிய மோமினீன வல் மோமினாத் வல் முஸ்லிமீன வல் முஸ்லிமாத் ரப்பி ரஹம்ஹுமா கமா ரப்பயானா ஸகாரா. அமீர் ஸல்லல்லாஹு தஆலா ஸல்லல்லாஹு பாரகலா கைர் ஹக்கி சையிதினா முஹம்மதின் வாலிஹி வாஸ்ஹாபிஹி அஜ்மாயின் வல் சுபஹான ரப்பிக ரப்பில் இஸ்ஸத்தி அம்மா ஸிஃபூன் வஸலாமுன் அலல் முர்ஸலீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.